نتكلم عليها كابتن هاني، ماشي بس يا هنروح لزميلنا فاروق صلاح ومعاه كابتن سامي ومصان من ملعب مباراه. يلا من جديد بجدد التحيه بيك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سامي ومصان. كابتن سامي، مبروك الفوز، مبروك الصعود لدور الثمانيه وتجنب مطبات ومفاجات كاس مصر. مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي، ومباراه انت عارف مباراه الكاس بتبقى صعبه، صعوبتها طبعا ان انت بتلعب فرق تبقى مجهوله بالنسبه لك، لكن مهم جدا ان انت الحمد لله كسبت، وزي ما قلت عديت المرحله يعني، وان شاء الله ركز في الفتره اللي جايه، وان شاء الله ربنا ان شاء الله يكتب الخير للفرقه ان شاء الله. كابتن سامي، مكاسب متعدده النهارده، اول مشاركه رسميه لمصطفى شوبير، واول مشاركه رسميه لمحمد شكري، يعني بتضيف للفريق النادي الاهلي مجموعه من اللاعبين الناشئين، النهارده بتستغل الغيابات والاصابات الموجوده وبتديهم الفرصه، وانا عارف دورك ودور الكابتن سيد مع اللاعبين الناشئين بالتحديد في الفتره اللي فاتت. مهم جدا بالنسبه لك، دول ذخيره مهمه جدا لازم تستغلهم، محتاجين الثقه، محتاجين انهم يلعبوا. اللعيبه ان شاء الله مبشره، يقدروا يعملوا ان شاء الله اداء كويس في الفتره الجايه مع النادي، محتاجينهم، محتاجين لسه في كمان فخري بياخد برده على فترات، عربي برده نفس القصه، في شادي تحت، ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله كان يكون برده في ليهم دور اكبر الفتره اللي جايه، وان شاء الله حققوا ان شاء الله المطلوب منهم، ويبقوا ان شاء الله دعم كويس للنادي الاهلي ان شاء الله. عايز اتكلم في نقطه مهمه كابتن سامي، الدور اللي قمت بيه والكابتن سيد مع بعض الاقاويل اللي بتتردد رحيل او بقاء الاجهزه الفنيه، لكن كان ليكم دور مع اللاعبين وفصل تام، وخبرات وشخصيه لعيبه النادي الاهلي هي دايما العنوان لهذا الامر. طبيعي اي فرقه بتتاثر لما يكون، خصوصا لما يكون في كلام كتير حوالين رحيل مدرب او استخدام مدرب تاني. كاب سيد اتكلم وكان له دور كبير في كده، واحنا بنتكلم على اللعيبه ان انت بتلعب باسم النادي الاهلي، مهم جدا ان انت ما تتاثرش باي مدرب، برحيل اي مدرب او استخدام اي مدرب، انت بتلعب عشان كيان كبير اسمه النادي الاهلي، ومسؤوليه كبيره، مسؤوليه الجماهير، ومسؤوليه اداره، ومسؤوليه كبيره يعني لازم تكون قدها. اعتقد الحمد لله كان في تاثير شويه بعض شويه منا، لكن اللي انت تعدي برضه ممكن لولا يعني كنت تقدر تستغل الفرص اللي جات لك ديت وكان يبقى في نتيجه كبيره، لكن في الاول والاخر انت مهم ان انت تعدي الدور يعني، وده الاهم بالنسبه لنا الحمد لله. سامي، الدفع بحمدي فتحي في مركز قلب الدفاع، هل ممكن يكون واحد من الحلول اللي ممكن يلجا ليها النادي الاهلي في ظل غيابات اللي انت هتعاني منها قبل مواجهه الوداد، وهل ممكن نجرب اكتر من لاعب في هذا المركز؟ يمكن احنا قبل كده جربنا هاني وقبل كده فتحي، النهارده حمدي فتحي بيشتغل، مهم ان انت تشوف الحلول عشان تشوف الانسب، عشان ما تتفاجئش خصوصا في الماتشات الكبيره اللي زي ديت ما حصلش فيه خلل. فاعتقد برضو زي ما انت قلت النهارده برضو شفنا فتحي في باك ليفت برضو حل من الحلول، قبل كده شفنا هاني في جناح اليمين برضو كان حل من الحلول، فاعتقد ان ديت برضو بتدي لك برضو اريحيه شويه عشان ما تتفاجئش في المباراه دي، لكن اتمنى ان شاء الله ان احنا ما نلجاش للحلول ديت يعني، وان شاء الله نبقى بكامل فرقتنا ان شاء الله امام الوداد باذن الله. الواجهه القادمه امام واحد من ابناء النادي الاهلي، واحد من المدربين الاكفاء الكابتن عماد النحاس اللي عامل موسم وسيزون كويس، استعدادكم للمباراه دي ازاي؟ مباراه مهمه بالنسبه لنا برضو، تجهيزها اكتر عشان بطوله افريقيا، زي ما انت قلت كابتن عماد عامل اداء كويس وعامل فرقه كويسه منظمه جدا من الفرق المميزه جدا في الدوري الممتاز، لكن ان شاء الله عندنا ان شاء الله احنا قدر ان احنا ان شاء الله نتعدى المباراه ديت والمباراه الجايه ونستعد كويس ان شاء الله لمباراه الوداد. شكرا يا كابتن سامي والتوفيق ان شاء الله.